الخبر الأول اللي عدى عن محمد جواني وتهديده لبيسان إسماعيل للمرة الثانية. فجواني نزل بحسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يذكر بها بيسان بالمهلة اللي انطاها إياها قبل ما تنزل الفضيحة اللي هي يوم السبت الساعة 6 اليوم، وبنفس الوقت قال إنه المقطع حيكون بكلام جدا قوي أو صادم. اسمعوا الستوريات. صلى الله سيدنا محمد صلى الله على النبي. بس في توضيح صغير لبعض الناس، أنا امبارح لما طلعت وحكيت إنه كنت مكتئب في رسالة اجتني مستفزة. ليش مكتئب؟ شو خايف؟ شو خوفتك؟ شو هي حكت انه اذا عندك شي طلعه؟ هي حكت انه انت راقد وراها. يا جماعة ترى الفتنة اشد من القتل. انا لما عم بحترم شي خاص بيني وبينها. كلياتنا بنحب وكلياتنا بنعرف، بس هي عم تطلع تقول، عم تكذب على الناس، بتستعطف البنات انه ليكو نحن قلعنا ونحن سوينا، وانا اللي قلعت وانا اللي سويت وانا اللي احترمت وانا اللي ربيت. لكل فعل له ردة فعل. أنا لما عم بطلع بحكي عم بطلع ردة فعلي، أنا عم بطلع عم بحكي الحكي اللي حكوه. أنا بكرة اللي حطوا شيء رح يظلم كتير ناس، منشان هيك أنا ما لسه عاطيهم فرصة من هون لبكرة الساعة 6، ولا أقسم بربي لا أمسح فيهم الأرض. على آخر فيديو حكوه، على آخر حكي حكوه علي. سؤال بسيط حبايبي لكل الناس اللي بتفهموا الواعي، أنا لما عم بعطي فرصة لحدا غلط علي وجاب سيرة أختي هو وجوز خالته الحفوظة وما عاف كلمة علي من قبل وأنا تاركه وهو مو مقصر فيني باللايفات ونازل يشل علي، ورغم أنه في كتير شغلات كبيرة بيني وبينه، ورغم كل شيء سوا معي، وأنا جيت هلا عم بعطيه فرصة عم قلت لا اعتذر، ما تبعت لي على الخاص لأنه ما رح رد. هي بعدت لي على الخاص وأنا ما فتحت الرسالة. اطلعي اعتذري قدام الناس بعد بفتح رسالتك وبناقشك بباقي المواضيع. منشان هيك انا لما عم بعطي فرصه لحدا غلط معي كل هالاغلاط هاي، انا عم بغلط حبايبي، انا عم بشتغل باصلي يا جماعه. والله لو ما نشرت ولا 1% من الشيء اللي بيناتنا، لان انا بحترم هذا الشيء. انا ما مو هالدرجه واحد ندل واحد واطي لروح افضح بنت. بالنهايه هي بنت بلدي، بالنهايه هي كانت رح تصير عرضي وشرفي. خلصنا باولو وحياه ربي، ما بعرف الناس كيف تفهم. انا عم بغلط شيء يا حبايبي. اوكي، بيسان حاليا قدامها 6 ساعات ولازم تفكر بها بشكل جدا جيد، وبس اكتبوا لنا شو رايكم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن أصالة المالح وخروجها من المستشفى، فأنس مروة نزل بحساب الانستغرام هذا الستوري اللي تبين بيه أصالة قاعدة بالبيت أو رجعت من المستشفى. فألف الحمد لله على العودة وألف مبروك وألف عافية عليك يا أصالة، ويا تنسون يا حبايب تكتبوا لها كلام جميل بالكومنتات. الخبر الثالث اللي عدنا عن برهوم المعراوي وليش هو معصب من فانزات غيث مروان. فبرهوم بعد ما نزل هذا المقطع على قناته اللي كان يتغزل بيه بشيرين، اجا تهجم من فانزات غيث مروان. فقرر برهوم انه يطلع بحسابه بالانستغرام وينزل ستوريات ويقول ليش هو معصب، وبنفس الوقت يحكي بيه على شيرين ويقول عليها حية. المهم راح احط لكم ستوريات تشوفوها، بس ملاحظة ترى الموضوع كله مزح، يعني ما بيناتهم اي شيء بالنهاية. شوفوا الستوريات. اخي ايش وضع فانزات غيث مروان؟ خير؟ يعني اذا حكينا عن شيرين حية يعني بتنبسطوا؟ يعني تنبسطوا؟ لا ليكو صح، البنت مكرشة على ناز وغيث مروان وموفلوج و... ما شاء الله رمان هالبنت، شو قصة؟ بس في امل، هي قالت لي والله. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وين هو مسافر. محمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي هو بيه بالمطار وبالطيارة. في الوقت تتوقعون هو مسافر؟ صراحة بالنسبة لي اتوقع انه هو راجع تركيا، لان هو كان اتوقع مسافر على خارج تركيا. اكتبونا بالكومنتات. الخبر الاخير اللي عدنا، اوكي اتوقع ان هواي منكم يعرفون شنو هذا الخبر واللي هو وصول القناة للمئة الف مشترك. بالبداية شركوا بالموسيقى الحزينة، حلوة مو فكرة؟ المهم صراحة حاب انه اشكر جواني وبقية اليوتيوبر اللي لهم الفضل الاكبر بوصول القناة للمئة الف، واكيد ما انسى تعليقاتكم الخرافية اللي كانت تحفزني بشكل جدا خرافي، والدعم الرهيب اللي قدمتوه ما زلتوا تقدموه. الصراحة عندي احاول يوم ورا يوم انه اطور نفسي اكثر عمود اخليكم تستمتعون بالمقاطع، واتمنى رحلة المئة الف كانت جميلة وتكون رحلة المليون افضل. كم سنة حبك أغل كل عام وموت.